أشهر الجريدة المغربية العربي برينس. الاسم ديالي حاجة من مدينة سالة. تنشكر المحسنين الله يطولنا في عمرهم. تنعترف براسي أني إنسانة الحالة ضحي المادة ضعيفة، وكان عندي الجوج ديالي كان خدام في لومبيلونس سيارة الإسعاف، وجلس ما بقاش خدام فيها، ولحد الآن دابا راه ما بقى لا خدام لا والو، هو عنده سياقة وممتاز فيها. وتا السكن بالنسبة لي أنايا دابا منين وقع لي المشكل تاع الرس وداكشي، ما بقى عندي لا باش نخلص لا كرا لا تا شي حاجة. وتطلب المحسنين جميعا، نطلب ربي سبحانه وتعالى يحنوا عليا ويعاونوني على المساعدات. لا السكن لا فراش لا كرا لا تا شي حاجة، حتى أنا دابا بالنسبة لي أنا جالسة عند بنتي تا هي، وعندها بنيتها وليد ورجلها على قد الحال، وكارية تا هي في تأجير الكراء. والحمد لله جيت مسكينة جالسة ليها على راسها، والله يرضي عليها بعد هاد اللحظة هادي. يعني ما يكون ما عنديش بنتي لا تهزني هاد الساعة هاديك، وراني تلاحيت في الزنقة وما عندي حتى شي حد غير الله وانتم المحسنين. ولقيت غير الجيران مساكن اللي تيطلعوا عليه تيدخلوا عندي، واحد جا واحد حرمات خويا خويا وبنتها، هما اللي تيهزوني للسبيطار وتيديوني فين ما تتكون عندي العملية، هما اللي تيديوني في السيارة ويجيبوني واقفين معايا ما جازيهم بخير تاهم. وصافي طلعوا عليا مساكن تاهم على قد الحال تاهم، الله يجازيهم بخير. وتنطلب من الله ومنكم توقفوا معايا وشوفوا من حالي، الله يرحم الوالدين والله يفاجئ عليكم. دابا انا درت واحد الحديث تهرس من رجليا من العماله، كنت هابطة تهرس من العماله جوج تهريسات دابا ودايره الحديد، وخصني داك لي باري ديال الحديد ولي كوشو وداكشي ديال البيطادين الرشاشه، وحتى المساعده ديال السكن ديالي الحاله ماديه ضعيفه ما عنديش يعني باش نخلص الكراله لا فراش ديال الدار لا والو. تنطلب من الله ومنكم تعاونوني، الله يجازيكم بخير جميعا والله يحن عليكم. راه ما عندي حد الا الله نتوما، راه ما عندي حتى شي حد من هنا حتى المغرب العربي ومن برا حتى لهنايا. الله يطولنا في عمركم وتنشكركم بزاف، والله يجازيكم بخير حتى تسمعوني، الله يفاجئ عليكم، الله يحن عليكم.